40% من سكان العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بمتوسط ساعتين في اليوم حسب بعض الدراسات. فهل تعلم أنه كلما زاد استخدامك لها كلما زاد احتمال تعرضك للاكتئاب؟ غالباً ما يقارن رواد وسائل التواصل الاجتماعي أنفسهم بالآخرين عبر ما ينشرونه، فيشعرون أن حياتهم رتيبة وأقل حماساً، دون الأخذ بعين الاعتبار أن ما قد ينشره أصدقائهم الافتراضيين قد يكون كاذباً، وهو ما يساهم في الإصابة بالاكتئاب والإحباط والغيرة أيضاً. يفصل إدمان مواقع التواصل الاجتماعي الشخص عن الواقع، فيتخلى عن حياته الطبيعية ليبني حياة أخرى افتراضية، ما يزيد شعوره بالوحدة والعزلة، وغالباً ما تكون النتائج كارثية. خلصت أبحاث في النمسا إلى أن تصفح الفيسبوك لمدة 20 دقيقة يدهور مزاج رواده، وتنتابهم نوبة إحباط لأنهم أهدروا وقتهم عليه. إضافة إلى أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ليلاً يؤثر على إفراز الجسم لهرمون الميلاتونين، وبالتالي يعاني الفرد من اضطرابات النوم، وغالباً ما يسببه أيضاً ضوء شاشة الهاتف الأزرق. ولتجنب هذه السلبيات ينصح بالتقليل من استخدام وسائل التواصل والاهتمام أكثر بالحياة الطبيعية عوض الافتراضية مع تقنين ما نطلع عليه. فهل تستطيعون الاستغناء ولو نسبياً عن مواقع التواصل الاجتماعي؟